ممكن أسألك سؤال تاني يا علي؟ أنا كنت فاكر جاوبتيني على كل حاجة، بس واضح إنه لسه. والله العظيم أنا مالي علاقة بموت يوسف، ومش مضطرة أدافع عن نفسي أصلا. وأنا مصدقك، بس تفتكر تصديقي من عدم وليكي دلوقتي هيفرق؟ كانش ينفع تسمعي كلامي من بدري شوية. دي عندك حق، بس ما اعتقدش كده هتفرق. اللي بيحصل مترتب زيادة عن اللزوم. مترتب ازاي ومن مين؟ مش عارفة، في لعبة بتحصل من ورايا أنا مش فاهماها. انت قصدك تقولي إن في حد عايز يورطك؟ أو جايز عايز ينقذني؟ لا مش فاهم. ولا أنا، في حاجات غريبة عمالة بتحصل، أنا ما ينفعش أطنشها أكتر من كده. الأدلة اللي عادل محفوظ عمال بيلاقيها ضدي مش جاية بالصدفة، والأدلة اللي بيلاقيها ضد حازم دويدار متظبطة زيادة عن اللزوم. أنا كده فهمت، أنت قصدك تقولي إن في حد ورط حازم في قتل يوسف عشان يطلعك أنت منها. حد خايف عليا؟ عايز يحميني؟ حد زي مين يعني؟ معرفش بقى، أنا ما بقتش قادرة أفكر. مسك، أنا آخر واحد ممكن يلعب لعبة زي دي من وراكي. وأنا ما اتهمتكش يا علي، بس هفضل قلقانة ومش مطمنة لغاية ما أعرف النيابة عايزاني شاهدة ولا متهمة. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.